اليوم صفتي نائب العمدة الثاني المكلف بالمرافق الرياضية والمساحات الخضراء تلبية لرغبة السيد ناكي رئيس مقاطعة سيدي سبنالي، حنا جينا اليوم باش نجلسوا مع الجمعيات مختلف الاشتغالات ديالها الثقافية الرياضية الاجتماعية باش نحاولوا نشوفوا اقتراحاتهم، لأنه حنا دائما كنقولوا بأنه راه إشراك المجتمع المدني والجمعيات به يكون النجاح، فلهذا اليوم جينا بناخذوا فكرة على مجموعة الإكراهات أو الاحتياجات أو الخصص اللي كيخص مقاطعة سيدي سبنالي بجميع المقاطعات تحت رئاسة السيد المنظم الناس المنظمين، وكذلك كنشكر السيد رئيس مقاطعة سيدي سبنالي اللي دائما يبادر في هذه الأنشطة من أجل تنمية المنطقة وتنمية مراكش وتنمية المغرب بالفعل. شكرا.